مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم مواطن مصري. حلقتنا النهارده هتكون مختلفه ومتنوعه. هنبدا معاكم حلقتنا النهارده باستغاثه الى السيد محافظ الشرقيه والسيد مدير امن الشرقيه. قبل ما نبدا حلقتنا معاكم النهارده، تسمحوا لي ارحب بضيوفنا الكرام، الكاتب الصحفي الاستاذ محمد الحوت. اهلا بحضرتك. مرحبا بك استاذ. فضيلة الدكتور محمد إبراهيم، إمام وخطيب بالأوقاف، أهلا بحضرتك. فضيلة الشيخ حسام بركة، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا أستاذ محمد، كلمني عن موضوع الاستغاثة بتاعتك أو المشكلة اللي هتعرضها علينا من خلال البرنامج. حضرتك يا فندم، كان حدانا طريق في مركز فؤوس، من فؤوس للحسينية، كان اسمه طريق الموت. فطبعا بدأوا فيه العمل في عهد اثناء تولي اللواء خالد سعيد، وطبعا انتهى في عهد الدكتور ممدوح غراب. تمام. اصبح طريق الوقتي 100%. ايه المشكله بقى؟ المشكله طريق الموت انتقل لطريق السعديه حدانه. تمام. طريق السعديه طريق يربط بين ثلاث مراكز، مركز فاجوس والجورين وابو حماد. طريق مساحته لا تتعدى 7 امتار. طريق بيربط بين 3 مراكز يا فندم. فاحنا بنطالب يعني بتوسعته حتى تتبطن الترعه مثلا تبطين حوالي 3 متر، وحتى لو واحد معتادي يبقى يشيل في التبطين، لو واحد مثلا طبعا الطريق له حرم، لو في واحد معتادي يشيل في التبطين، ولكن احنا بنطالب بالطريق يوسع يعني يبقى حتى 12 متر او 10 متر. تمام. المشكله الاكثر من كده، من بقالنا 41 سنه يا استاذ احمد، من سنه 79 وركاب خط السعديه، طريق خط ركاب الهصاميه والخطاره الصغيره والخطاره الكبيره بيركبوا عربيه حيوانات. تمام. يعني حضرتك بتناشد السيد محافظ الشرقيه ورئيس مدينه فاقوس يا فندم، رئيس مجلس مدينه فاقوس ومدير عام هيئه الطرق الشرقيه، نظر في هذه المشكله بخصوص طريق فاقوس، ومسؤول او مسؤول موقف فاقوس يا فندم. كل العربيه، كل خطوط ميكروباصات، خط الطويله، خط الصوالح، خط النمرود، خط الروضه، ما عدا وللاسف ناس محترمين. طيب. الناس اللي بتركب ديت يعني تخيل بركب 10 فوق على الكبوت. طيب، رسالتك وصلت، وبنضم صوتنا للاستاذ محمد والاهالي مدينه فاقوس. نبدا معاكم حلقتنا النهارده بالدكتور محمد ابراهيم. دكتور محمد، حضرتك مشرفنا النهارده في الحلقه. فضيله الشيخ حسام بركه، نبدا معاكم بالاستماع بايات من الذكر الحكيم. ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله نختم اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف. فنقرا ايات كده في ذكرى مولد سيدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله،
وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما كان محمد أبا وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك
مبشرا ونذيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. دكتور محمد إبراهيم اللي مشرفنا النهارده، كلمنا عن نشأتك ودراستك وكيفية وصولك للمرتبة العلمية الكبيرة اللي حضرتك فيها دلوقتي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. يعني النشأة، نشأت كأي طفل في وتعلمت في الأزهر الشريف، وتخرجت من الثانوية الأزهرية القسم الأدبي، وبفضل الله تعالى التحقت بكلية الدعوة والثقافة الإسلامية في جامعة الأزهر بالقاهرة، وبفضل الله تخرجت منها في سنة 2001، وعينت إماما وخطيبا بوزارة الأوقاف المصرية في عام 2006 عن طريق المسابقة والامتحانات، وبفضل الله تعالى حصلت على دبلومة الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية وتمهيد ماجستير، وإن شاء الله على وشك الرسالة إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله موفق بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله. بالنسبة للشباب والأطفال الصغيرين اللي عايزين يتخذوا نفس الطريق اللي حضرتك مشيته، بتنصحهم بإيه؟ قبل ما ننصح الشباب أو الأطفال، بننصح الآباء وأولياء الأمور. بالظبط. إن هو يتابع ابنه وما يسيبوش، يعني ما يتركوش. يعني مثلا البعض كده يقول لي ابنه ذاكر، صلي. لا تكذب. توعية. لا تكذب، أوامر فقط. لا، لازم مع الأمر يكون في متابعة. ما أقولوش ذاكر وسيبه، لا، أقول له ذاكر وذاكرتي تعالى كده سمعني. حتى لو أنا ما عنديش نفس القدرة أو الكفاءة العلمية الموجودة في الكتاب، ممكن أقعد مع ابني وأسأله ذاكرتي النهاردة، اشرح لي كده اللي أنت ذاكرته، حتى هيدي ابني ثقة في نفسه. وزي ما احنا تعلمنا كده واحنا صغيرين، كنا نطلع بالزبط. ونشرح على السبورة للزملاء في المدارس والفصول، والحمد لله كنا بنطلع في الاذاعه المدرسيه نقول كلمات ونقرا القران او نقول الاحاديث او الخطب، والحمد بفضل الله تعالى يعني صعدنا المنابر. صعدت المنبر وانا في الثانويه الازهريه سنه 97، يعني بفضل الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. فده كله مع الممارسه ومع المتابعه من اولياء الامور، ويحافظ على اولادنا، لان الاولاد والابن دول هم طبعاً رصيد الإنسان، وهم زرع الوالدين. يعني بالزبط. إذا زرع شيء كويس ورعاه، نظف الحشائش اللي حواليه وسمده واعتنى به اعتناء جيدا، هتطلع الزرع النبتة الصغيرة ديت هتطلع شجرة كبيرة وتثمر، والثمار بتاعتها أول ما من يجنوا هذه الثمار هم الوالدين. الوالدين أولا هم اللي هيجنوا هذه الثمار، بعد كده الثمار دي هتتفرع بقى للمجتمع والجيران والاهل والاحباب، ويستفيد منها المجتمع، ويكون انسان او شاب بعد كده نافع لدينه ولوطنه
ولإسلامه ولنفسه ولمن حوله إن شاء الله يكون إنسان صالح. يعني لما يكون عندنا شباب متخرج من الجامعة وعايز يسلك نفس الطريق ده، هل في معاهد للقراء أو في معاهد للدراسات الإسلامية؟ نعم، في موجود وزارة الأوقاف مشكورة يعني بالزبط. عاملة معاهد اسمها معاهد إعداد الدعاة في المراكز الثقافية التابعة لوزارة الأوقاف، بتخرج وتعطيه كمان تصريح خطابة ممكن يخطب وتؤهله انه يبقى امام وخطيب مسجد. مش بيكونش امام وخطيب، لكنه بيكون خطيب بالظبط، يعني ياخد تصريح خطابة بالمكافأة بنظام المكافأة ويبدأ الطريق. اما امام وخطيب ما بيكونش امام وخطيب رسمي الا بيكون خريج كلية الشرعية او اللغات والترجمة او دراسات اسلامية، وبيدخل اختبارات طبعا ما شاء الله، يعني اختبارات شاقة عشان يكون مؤهل لان يرتقي منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون عنده الوسطيه الاسلاميه اللي احنا بنرجوها، ما يكونش عنده فكر متشدد او متطرف، او يكون مثلا عنده اتجاه معين، لازم يكون عنده الوسطيه. وده بيكون من المقابلات اللي بيجريها الممتحن او الممتحن على ايدي وكلاء الوزاره او في الوزاره او كده، يعني ان شاء الله رب العالمين. جزاك الله خير يا دكتور محمد. وجزاكم الله. طبعا حلقتنا بسيطه النهارده، وعشان وقت البرنامج هنختم بآيات من الذكر الحكيم برضو مع فضيلة الشيخ محمد حسام بركة. الشيخ حسام بركة، أو جزء من الابتهالات اللي يريحك برضو. طيب إن شاء الله ابتهالات يا مولانا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة الله يجزي من يصلي مرة عشرا ويبقى في الجنان مقيما. سيدي يا رسول الله، على قدر أصوغ لك المديح، وقد صاغه الرحمن ربي صريحا. على قدر أصوغ لك المديح، وقد صاغه الرحمن ربي صريحا. ومن أنا يا إمام الرسل حتى أوفي قدرك السامي شروحا، ولكني أحبك يا رسول الله ملء قلبي، فأسعد بالوصال فتى جريحا، وداوي بالوصال فتى معنى، يروم القرب
منك ليستريح. النبي صلوا عليه، صل ربي وسلم وبارك عليه.